مساء الخير روزان. مساء الخير زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك طبعا زميلي العزيز محمد سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبسوطه جدا طبعا ان انا متواجده معاكم النهارده في برنامج الاهلي في رمضان، والحقيقه معايا اخبار كتير جدا طبعا محليه وعالميه. وخلينا نبدا بقى بخبر مهم جدا، الخطيب يجتمع مع شركه الاهلي للانتاج الاعلامي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عقد اليوم جلسه تحضيريه مع كل من العمري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق ومي عاطف عضو مجلس الإدارة أعضاء مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومحمد يوسف المدير التنفيذي للشركة، وذلك لاستعراض بعض الملفات التي تحتاج للمناقشة في إطار خطة مجلس إدارة الشركة لتطوير آلية العمل والاستثمار في المجال الإعلامي. الأهلي بيواصل الاستعداد لمواجهة غزل المحلة في الدوري. فريق الأهلي طبعا بيواصل تدريباته الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، ويتطلع المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات المحلية في هذه المباراة من أجل طبعا الحفاظ على قمة الدوري التي يحتلها الأهلي برصيد 44 نقطة من 18 مباراة. ويتدرب الأهلي بعضويات بمعنويات عالية بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز طبعا الكبير على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة وسط طبعا حضور أكثر من 50,000 مشجع. يعني خليني طبعا أقف شوية عند الخبر ده محمد وأحمد، يعني رأيكم طبعا في جول محمود كهربا، ورأيكم كمان في طبعا يعني رجوع الجماهير تاني المباريات، وده أكبر داعم أكيد للعيبة النادي الأهلي. هما الثلاث جوال امبارح أحلى من بعض بصراحة. يعني الجول الأول بتوقيع كهربا، الثاني أنا مش هحسبه لحسين بصراحة بقد ما أحسبه لبيرسي تاو، والثالث طبعا يعني اجوال حسين الجميله، اجوال حسين اللي تحس ان فيها كوره على اعلى مستوى. فالثلاث اجوال اللي الاهلي حطهم امبارح الحقيقه في شباك او في مرمى اول امبارح في مرمى الهلال كانوا الحقيقه الثلاثه اجمل من بعض. يعني اكيد اكيد طبعا، وهدف كهربا دلوقتي كمان بينافس من ضمن اهداف الاجمل في الجوله الاخيره والختاميه في جون صعب جدا على فكره، جون صعب جدا جون صعب جدا، والجمهور الحقيقه جاب جول كمان. يعني شوف ان الجمهور الاهلي في الماتش ده جاب جول كبير جدا، وكان واحد من اهم العوامل ان لم يكن اهمها على الاطلاق، وده اللي الحقيقه بيفتقد الجيل ده. الجيل ده لو بيلعب في كل مباراه في وسط الجمهور ده هيكسر الدنيا الحقيقه. بالفعل احمد، يمكن سمعتك كمان بتتكلم على تألق محمود كهربا يمكن الفتره دي، ولكن خلينا اقول كمان تألق حسين الشحات، يعني لازم نذكره اكيد ونقول حسين الشحات كان كتير طبعا بيشككوا في اداءه، ولكن هو اداء مميز جدا حتى من كاس العالم للانديه. يمكن حقيقي حسين من اكتر اللعيبه اللي متالقه في الفتره الاخيره، وخدي بالك انه يظهر بالمستوى ده في ظل ظروف وضغوط يعني طبعا صعبه جدا، فده شيء يحسب ليه الحقيقه يعني بشكل كبير. بالفعل خلينا بقى نتكلم على هدف طبعا كهربا في مرمى الهلال بين الأفضل في جولة أبطال إفريقيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن اليوم على أفضل أهداف الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، وضمت طبعا قائمة الكاف هدف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي المصري في شباك الهلال السوداني، وهدف ناصر منسي لاعب الزمالك المصري أمام المريخ السوداني، هذا بالإضافة لهدف جان أوثوز لاعب سيمبا التنزاني أمام الرجاء المغربي، وهدف جريدي تكسيرا لاعب بيترو أتلتيكو الأنجولي ضد فيتا كلوب الكونغولي، وهدف زهير المترجي لاعب الوداد المغربي أمام شبيبة القبائل الجزائري. الإعلان عن مباريات الأهلي في الأسابيع الـ 24، الـ 25 والـ 26 للدوري، رابطة الأندية أعلنت اليوم بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات مواعيد مباريات الجولة 24، 25 و 26 وبعض المؤجلات الخاصة بالدوري، وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي: تأجلت مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24، أما في الجولة 25 سيلتقي الأهلي على طبعا فاركو على استاد القاهرة يوم الجمعة 14 إبريل الجاري في تمام الساعة 9:15 مساء، وفي الجولة 26 سيلعب الأهلي مع سموحة يوم الاثنين 17 إبريل على استاد برج العرب بالإسكندرية مع دقات الساعة طبعا 9:15 مساء. الخميس قرعة بطولات إفريقيا لكرة اليد،
مقر النادي الأهلي بالجزيرة بيشهد مساء الخميس القادم مراسم قرعة بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد رجال وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رجال وسيدات، المقرر إقامتها في ضيافة الأهلي في مايو المقبل، وتنطلق القرعة في 9 مساء بقاعة فكري أباظة في حضور طبعا محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي مدير البطولة، وقيادات الاتحادين الإفريقي والمصري. الأهلي بيعلن عن مسابقة لاختيار شعار بطولات إفريقيا لكرة اليد. اللجنة المنظمة لبطولات إفريقيا لكرة اليد السوبر وبطولتي إفريقيا للأندية رجال وسيدات أعلنت اليوم عن مسابقة لأعضاء وجماهير الأهلي لطبعا التقدم باقتراح خاص بتصميم شعار للبطولة يعبر عن احتفال الاتحاد الإفريقي بمرور 50 عام على إنشاء. وحددت اللجنة المنظمة برئاسة محمد الغزاوي إيميل طبعا hb.champions@الأهلي-egypt.com لتلقي اقتراحات المشتركين في المسابقة، وسوف يتم تكريم صاحب الاقتراح الفائز بتصميم الشعار. حلو ده، حلو انك انت تفكر تشرك الجمهور، يعني من الممكن جدا انك انت تروح لاي ميديا ايجنسي او اي ديزاينرز يعني تقول لهم انا عايز اعمل لوجو او 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 تميمه لبطوله ما، لكن لطيف ان الجمهور يبقى فيه انتراكشن تدي مساحه اكتر واكيد طبعا يعني الفنانين في مصر ما فيش اكتر منهم، من الوارد جدا ان يبقى في حاجات يعني ان شاء الله باذن الله تفوز في الموضوع ده. بالظبط، شايفاها فكره حلوه وتشجيعيه كمان جدا. اكيد، وانا واثق مليون في الميه ان اللي هيقدر يكتسب النادي الاهلي يعني شعارات كثيره جدا تبقى مميزه لبطوله افريقيا لكره اليد، بس انا واثق جدا ان اللجنه العليا داخل النادي الاهلي للشباب ولجان النادي الاهلي بتطلع مواهب كتير جدا بتقدر تقدم في المجال ده تحديدا حاجات كويسه. يعني انا فاكر لما الاهلي بينظم بطولات افريقيا او بطولات عربيه في الصالات المغطاه سواء للباسكت او الفولي او الهاندبول، لا بتشوف اللجان العليا داخل النادي الاهلي بتقدم مستويات رائعه. صحيح. ولما تفتح فكره المنافسه كمان على التصميم، لا احنا ممكن نشوف بصراحه حاجه يعني تبقى انترناشونال، مش فكره بس انت بتعمل حاجه اقليميه او قاريه. يعني وزارة الرياضة تتوصل لاتفاق نهائي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لإنهاء أزمة الفار. وزارة الشباب والرياضة أعلنت التوصل لاتفاق نهائي وتام مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة لاتخاذ اللازم نحو إنهاء مشكلة تقنية الفار بالدوري المصري بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية والمهندس عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحضور عدد من قيادات اتحاد الكرة والرابطة والشركة المتحدة بهيئة استاد القاهرة الدولي. خليني أقول لك حاجة بس يا روزان سريعا جدا بمناسبة قصة الفار. طبعا هو أنا بالنسبة لي عامل استفهام كبير قوي إن يحصل أزمة في نص الموسم، يعني أزمة في نص الموسم، يعني في ملفات كتيرة جدا كان مسكوت عنها أو أخطاء خلينا نتفق في الاتفاقات والتعاقدات تقول إنه كان في مشكلة مش متوقعينها او هتحصل في نص الموسم، لكن ملف الفار في مصر يعني مش عارف، يعني يسال عند اتحاد الكره المصري طبعا في المقام الاول يا محمد، صح؟ الاتحاد واللجنه الثلاثيه واللجنه الخماسيه. ملف الفار من اول ما قلنا يا فار في مصر الحقيقه يعني انا مش هقول اتهامات، لكن خليني اقول مثلا انه في افضل الاحوال في سوء تخطيط في كيفيه اداره ملف الفار في مصر، واعتقد ان في كتير من الملابسات اللي تستدعي التحقيق فيها عشان نكشف مين المسؤول أو مين المسؤولين المتتاليين عن ملف الفار وأزماته المتكررة في مصر من أول ما دخل لغاية يومنا هذا. عارف الملف ده تحديدا يتقال في جملة واحدة، ليس كل ما يعرف يقال، في كلام كتير بس ما ينفعش يتقال. كمل يا روزان، لأن ملف تقنية الحكم الفيديو المساعد فيها للأسف تفاصيل كوارث. صحيح، كوارث. خلصت أخبارنا المحلية، نروح بقى للأخبار العالمية. تريزيجيه خارج حسابات طرابزون أمام أنقرة جوجو. أرهان أوك المدير الفني لطرابزون سبور أعلن قائمة فريقه لخوض لقاء أنقرة جوجو غدا الثلاثاء في ربع نهائي كأس تركيا. وخرج الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه جناح أيسر طرابزون من قائمة فريقه لخوض المباراة بسبب استمرار إصابته طبعا في العضلة الخلفية. وتعرض تريزيجيه للإصابة في مباراة عمران سبور يوم 4 مارس الماضي بالدوري. وغاب تريزيجيه يعني أيضا عن معسكر منتخب مصر الذي شهد مواجهتي ملاوي
الدولي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023. برشلونة بيتفاوض مع الرعاة لدعم صفقة ميسي. نادي برشلونة الإسباني يواصل العمل على عودة ليونيل ميسي من جديد بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان مع نهاية عقده في الصيف المقبل. برشلونة أكد في أكثر من مناسبة من خلال رئيسه خوان لابورتا أن لديه الرغبة في أن يعود ميسي ويحصل على يعني الوداع الذي يستحق على مسيرته الخرافية بقميص النادي الكتالوني. الأزمة المالية هي أكبر ما يقف أمام برشلونة والتي كانت سبب في رحيل ليونيل ميسي عام 2021. طبعا يعني يسبب القانون اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني. صحيفة سبورت الإسبانية أكدت بأن برشلونة بيتفاوض مع الأسواق المالية الأخرى مثل الرعاة للفريق حتى يتمكنوا من تدعيم موقفهم في صفقة عودة ميسي، خاصة وأن الإغراء سيكون كبير بعودة ليو. طبعا رغبة النادي معروفة وبيدركونا يعني جدا بأن الرعاة سيعملون على عودة ميسي مثلهم لأنه سيكون وجهة استثنائية. وده خبر الحقيقة يعني لفت نظري مهم جدا. أنا بيتهيألي إنه عودة ميسي لبرشلونة قد تصبح وشيكة لو قدروا لأن طبعا يعني ميسي في عارف تماما إنه يمكن موسم أو اتنين بالكتير، وخصوصا في ظل وجود عروض خليجية سمعنا عنها بأرقام يعني فلكية هتكون مغرية جدا بالنسبة للنجم الأرجنتيني. لكن أعتقد إنه يختم مشواره في البارسا مرة تانية في كاتالونيا، أعتقد دي هتكون النهاية الأفضل لواحد من أهم أساطير الكرة في التاريخ كله، يعني مش بس في الوقت الحالي. بالظبط. خلينا بقى تشيلسي. بالظبط. مدرب بقى تشيلسي يعني مررنا بساعات صعبه بسبب بوتر. اكد برونو سالتور المدرب المؤقت لفريق تشيلسي ان الامر كان صعب بعد 24 ساعه من قالت جراهام بوتر مدرب الفريق، وكان من منصبه تشيلسي قد اعلن يعني مساء امس الاستغناء عن خدمات يعني جراهام بوتر في ظل سوء النتائج هذا الموسم. وقال سالتور في تصريحات نشرتها شبكه سكاي سبورتس العالميه: من الواضح انها كانت 24 ساعه صعبه علينا جميعا للموظفين وللعائلات، والان علينا ان نتعايش مع الوضع. وأضاف كمان: إذا كنت هذا الآن فذلك لأن بوتر والنادي اعتقدا أنها كانت الخطوة الصحيحة. أنا هنا فقط لمساعدة النادي بأفضل طريقة ممكنة. أنا هنا الآن أحاول مواصلة طريقنا، نحاول أن نقدم أفضل ما في وسعنا. وواصل كمان: أعتقد أن جراهام قام بعمل رائع. كرة القدم هي عمل معقد حقا وعلينا الاستمرار. لم أستطع رؤية اللاعبين بعد يعني لدينا جلسة بعد الظهر. نشكرك شكرا جزيلا زميلة عزيزة روزان ناصر. دي كانت طبعا جولة سريعة في أهم أخبار الكرة في مصر والعالم.